فعلا أضحت مداهمات مصالح الشرطة بالسطيف تتم بصفة يومية، هي العمليات طبعا شرطية واسعة النطاق، نسعى من خلالها طبعا إلى كبح الإجرام وتوقيف أكبر قدر ممكن من المجرمين، وخاصة الأشخاص الفارين من العدالة. كي أكون واضحا، فقط مصالح الشرطة تقوم بإجراء عمليات تحليل طبعا تقوم بها بالإجرام مع العمل في ذات الوقت على صدها. من بين هذه العوامل حمل الأسلحة البيضاء المحظورة دون مقتضى شرعي، واللي دوما تؤدي إلى اقتراب جرائم الضرب والجرح وحتى القتل لكريم دوسان. لهذا تجد أن مصالح الشرطة بسطيف وغيرها من ولايات الوطن تكثف جهودها الوقائية، تكثف تواجدها الميداني، تكثف مداهماتها مستهدفة في غالب الأحيان الفضاءات اللي يتخذ منها عادة المنحرفون ملاذا لهم لتعاطي المخدرات، المؤثرات العقلية وحتى المسكرات. طبعا فضاءات تعج بالمنحرفين، أين تكثر الجرائم وحتى جرائم القتل، واللي غالبا ما يكون يعني سببها حمل السلاح الأبيض المحظور. الثلاثة أشهر الأخيرة من السنة الجارية عرفت أقول تأطير 258 مداهمة، يعني تقريبا بصفة يومية شهدت تراجع في قضايا حيازة الأسلحة البيضاء المحظورة بفضل العمل الجدي أيضا لسبقها خلال الأشهر الأخرى، حيث انحصرت يعني نفس المدة في 300 قضية فقط، 306 قضية حمل سلاح أبيض محظور، سلوك نقول مشين، سلوك خاطئ، سلوك غير قانوني، دوما عواقبه وخيمة. لهذا مصالح الشرطة تجدها دوما صارمة مع حاملها هذه الأسلحة البيضاء، لأنها بكل بساطة تؤذي الآخرين، تؤدي حتى إلى القتل، سلوك مشين كما قلت، غير سليم غير سوي. أنبه بموجبه المواطن وأقول الحذر وثم الحذر وثم الحذر. هذا البرنامج برعاية شركة بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس، الجمال للكل. زاير تيوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.